برضك ستي ات هوم، تابر وير منصوره النهارده هتعمل اجتماع، اول اجتماع لايف علشان نتكلم فيه عن الفلاير الجديد. قبل ما نتكلم حابه بس اوجه رساله لكل عضو تابر وير. احنا بنشجع فكره ستي ات هوم. تابر وير اكتر حاجه، اكتر شركه بتشجع ده، لان احنا اصلا شغلنا كله عن طريق الموبايل واحنا موجودين في البيت، فانت ما فيش حاجه بتتاثر بشغلك من وجودك جوه البيت، بالعكس انت بتتعاملي مع الناس كلها اونلاين. فلاير ربيع النهارده معانا، اول حاجه هنتكلم عنها هي الاطباق. معانا مجموعه من الاطباق، اربع اطباق. الاطباق اليجرا خامتها جامده، مش خفيفه. الاطباق ليها حواف زي ما احنا شايفين، واخدة رقم 5، عليها علامة المعلقة والشوكة والكوباية لانها من ادوات المائدة. معانا اربع الوان للاطباق، اربع الوان مختلفة كلها الوان جديدة مميزة جدا في الخروج للرحلات للبيت للأطفال، لأن طبعا زي ما احنا شايفين الحواف بتاعتها تمنع ان الأكل يقع منها. حجمها كبير مش صغير، انا ممكن احط لكم فيها حاجة علشان تبين الحجم. معانا الأزايز 310 والأزازة 350، انت معاكي مساحة في الطبق كبيرة مش صغيرة مع وجود الأزايز، يعني الطبق تقدري تشيلي عليه كمان كوبايات، مش بس ان انت تقدمي فيه اكل. هو طبعا للكبار والصغيرين مش بس للاطفال. يعني معانا البولة الالوها، احنا طبعا معانا في الفلاير مجموعة الالوها كاملة من الحجم 450 لحد الحجم 7.5. دي الحجم 2 لتر، زي ما انتم شايفين هي جوه الطبق شكلها عامل ازاي، لان قاعدة الالوها اقل من القطر بتاع الغطا، هي بتنزل على اقل. لو احنا فتحنا الغطا كده وحطيناه في الطبق هنلاقيها مستوعبه الغطاء كامل. الطبق معانا قطره 24 سنتي، لو احنا شفنا هنا الغطاء بتاع البوله هنلاقيه 23. البولات الالوها بولات دائريه، وغلق البوله الدائريه دايما بيبقى من الخلف للامام بالشكل ده، بتفرغي الهواء من جواها. تمام، احنا معانا زي ما قلنا كل الاحجام بتاعت الالوها، ده الـ2 لتر، ده اللتر، بس اللتر اللي معانا بلون مختلف عن ده، بس ده المتوفر دلوقتي علشان نظهره لكم. وده الحجم 450. في معانا كمان الـ4 لتر والـ7.5.